التأكيد على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا ووجوب اجتماع اللجنة المعنية بوضع دستور سوري جديد قبل نهاية العام الحالي. هذه كانت أهم نتائج ومخرجات القمة الرباعية التي عقدت في اسطنبول. فهل ستطبق مخرجاتها على الأرض أم إنها ستبقى حبرا على ورق؟ وأيضا في ثنايا الخبر لهذا اليوم، كيف سيؤثر اعتماد عدد من المجالس المحلية التوقيت الصيفي على حياة المدنيين؟ وماذا عن قرار الحكومة المؤقتة بهذا الخصوص؟ أظهر اللقاء الرباعي الذي عقد في اسطنبول بين رؤساء فرنسا وتركيا وروسيا والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توافقا على مسألة الحل السياسي في سوريا ووحدة الأراضي السورية، فيما أظهر تباينا في الأولويات تجلى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعيد القمة بمشاركة الزعماء الأربعة. نتابع معا التقرير التالي ثم نعود لنبدأ النقاش. باتفاق على الخطوط العريضة وتضارب في الأولويات والأهداف، أنهى المشاركون في قمة إسطنبول الرباعية جدول أعمالهم. إلى جانب الحديث عن صعوبة المرحلة القادمة والتأكيد على استشارة حلفاء موسكو من إيران ونظام الأسد بشأن تشكيل لجنة الدستور، ورغم الإشادة بالالتزام التركي بتطبيق اتفاق سوتشي، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ما وصفها باستفزازات تحصل خلال الفترة الأخيرة من إدلب، وأكد وقوف موسكو إلى جانب نظام الأسد. بوتين استبق حديثه هذا في قمة إسطنبول بقصف روسي في عمق المنطقة المنزوعة السلاح، استهدف قرية الرفة بمعرة النعمان جنوب إدلب، مخلفا فيها مجزرة راح ضحيتها 6 مدنيين في حادثة تستدعي إلى الذاكرة التفجيرات التي كانت تضرب مناطق سوريا متفرقة قبيل كل اجتماع لمجلس الأمن بخصوص سوريا، وخاصة تلك التي تعتبر حاضنة للنظام. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شدد على ممارسة الضغط على النظام بشأن الحل السياسي، مؤكدا أن الشعب السوري له الحق في تحديد مصيره من خلال انتخابات شفافة وعادلة وآمنة، أمر لم يحققه النظام وفق ماكرون. موقف قريب من الفرنسي ذهبت إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتأكيدهما على إحياء مفاوضات جنيف عبر تشديدها على عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة في سوريا، وأنها يجب أن تختتم بانتخابات حرة يشارك فيها جميع السوريين. كما أشارت في السياق ذاته إلى أنه بنهاية هذا العام سيكون بالإمكان تأسيس لجنة صياغة الدستور. رئيس الدولة المضيفة رجب طيب أردوغان شدد على وحدة الأراضي السورية والحل السياسي برعاية الأمم المتحدة واستمرار مسار جنيف. ومعنا للنقاش في حلقة اليوم السيد ياسر توفيق الفرحان، عضو هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية وعضو الهيئة السياسية أيضا في الائتلاف من اسطنبول عبر سكايب، ومعنا السيد سامر خليوي المحلل السياسي من لندن عبر الهاتف. أهلا بكما على شاشة حلب اليوم. أبدأ معك سيد ياسر، ماذا أضافت القمة عن سابقاتها من محاولات الحل السياسي ربما، وما الذي يميزها عن غيرها؟ مساء الخير وتحياتي لك ولضيفك والمشاهدين الكرام. تصحيحا، بداية لست عضوا بهيئة التفاوض، أنا عضو بالائتلاف الوطني السوري. القمة مهمة جدا في أنها جمعت أطرافا من المجموعتين، مجموعة الدول الضامنة في أستانا ومجموعة الدول 5+2 المجموعة المصغرة، لتكون جسرا واصلا يتم التوافق أو البناء على ما تم التوافق عليه
في شكل الحل السياسي في سوريا باستبعاد الحل العسكري. أضفت بشكل أكيد وواضح التأكيد على حماية إدلب، على دعم الاتفاق الموقع في إدلب من جهة، وعلى استخدام مصطلح وقف إطلاق النار وليس تخفيض التصعيد. وأيضا أضافت باتجاه عودة اللاجئين الذي كان مشروعا روسيا لإعادة الأعمار إقرارا بضبطه بمحددات واضحة بتهيئة بيئة آمنة لعودتهم، بأن تكون عودة اللاجئين طوعية وآمنة وإلى مناطقهم الأصلية وتحت إشراف الأمم المتحدة وهيئة المفوضية العليا للاجئين، وأيضا شمول النازحين وليس فقط اللاجئين بهذا الاتجاه. وباتجاه آخر موضوع المعتقلين تم النص عليه بصيغة الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين وتسليم جثامين الضحايا وفق ذات الصيغة المتوافق عليها في أسكانا، والتي تؤكد أن محاولات تحويل القضية إلى تبادل الأسرى مثلما أراد النظام والإيرانيون ليست هي القاعدة المقبولة في هذا السياق. وباتجاه آخر مسألة اللجنة الدستورية، يعني الإصرار على الاستمرار بها خلافا لرغبة النظام الذي يريد تعطيلها، الذي يعني النظام الذي يدرك تماما بأن الاستمرار فيها يعني تأكيدا على نزع الشرعية عنه. ومطالبة بوتين كانت واضحة حينما قال يعني على النظام أو على يعني سماها حكومة النظام حكومة الأسد حكومة سوريا أن تكون إيجابية أو تكون جادة في حوارها مع المعارضة، وهذه إشارة إلى أنه بات لا يستطيع التملص من الإقرار بأن النظام هو من يعطل التفاوض دوما. طيب أنتقل لسيد سامر خليوي من لندن. سيد سامر، يعني برأيك هل ستنعقد لجنة صياغة الدستور بحلول نهاية العام كما أكدت القمة وكما أكد ربما الرئيس التركي أردوغان؟ يا سيدي، ما لم ينجزه دستور خلال 4 سنوات لن ينجزه خلال أيام. الكل يعلم من يعيق الحل السياسي، وحتى هذه الجزئية التي لا قيمة لها ولا أهمية لها والتي تم اختصار كل القرارات الدولية بتشكيل ما يسمى باللجنة الدستورية لم يتم الاتفاق عليها. سمعنا من وزير خارجية النظام وليد المعلم عندما قابل الدمستور منذ عدة أيام وقال له أن هذا شأن داخلي تشكيل اللجنة الدستورية، بالرغم من أنه 50 اسم التي تم طرحها من قبل النظام و50 اسم من المعارضة وحتى 50 اسم التي من كانت من حق ديمستورا أن يتقدم بها تقدم بها ورفضتها روسيا وإيران، مما استوجب ديمستورا بتشكيل لجنة تقنية لإعادة طرح الأسماء. ونتذكر يوم أمس كان قول بوتين أن اللجنة الدستورية يجب أن تحظى بموافقة نظام الأسد وإيران حتى تتم قبولها. هذا يعني أن سوف يتم اختصار هذه اللجنة بلجنة أسدية توافق ما يريده وما يرغبه بشار الأسد، بالرغم من أنه هذه كما قلنا هذه اللجنة لا قيمة لها ولا أهمية لها، والعار على من دعا تمثيل الثورة السورية وقدم التنازلات، لأن لجنة دستورية لم تكن من الأولويات. كان من المفترض وحسب القرارات الدولية بحث عملية الانتقال السياسي ثم اللجنة الدستورية ثم بعد ذلك الانتخابات. وأيضا هؤلاء الذين ادعوا تمثيل الثورة السورية زورا وبهتانا، الذين تنازلوا ووافقوا على ديمستورا عندما جعلوا الفقرات 12 و13 و14 من قرار 2254 مادة للتفاوض. كان من المفترض أن يتم حسب قرار مجلس الأمن 2254 تنفيذ هذه الفقرات عند بداية المفاوضات التي بدأت بال 2016، وهي كانت تنص على إطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف وفك الحصار وغيرها من القرارات الأخرى، ولكن مع الأسف تواطأ هؤلاء مع ديمستورا ومع روسيا ومع إيران، وأصبحت هذه الفقرة والتي تخص المعتقلين والتي كان من المفترض أن يتم تنفيذها مادة للتفاوض والتداول. وأيضا التنازل الآخر الذين قبلوا به هؤلاء عندما
حولوا مفاوضات جنيف إلى الأستانة وسوتشي، والتي كان من المفترض أن تبحث الشأن العسكري فقط، ولكنها بحثت أيضا الموضوع السياسي. من هنا كل هذه الإجراءات كما قلنا لا قيمة لها، وحتى الحديث عن إجراء انتخابات فهي أيضا لا قيمة لها، لأن بوجود نظام بشار الأسد لا يمكن أن يتم أي شيء. طيب بالعودة إليك سيد ياسر، يعني إن كان لديك رد أو ما ترده ما ترد به على السيد سامر خلاوي، تحدث كثيرا سيد سامر، يعني أهم نقطة قال بها أو قالها هي تحول من مسار جنيف أو تنازل ربما لمسار أستانة وصولا لليوم وما يقوم به ديمستورا، يعني من إطلاق سراح المعتقلين إلى اللجنة الدستورية، بدل إطلاق سراح المعتقلين وبدل أيضا أول نقطة في القرار 2254 وهي هيئة الحكم الانتقالية. نعم، بداية وبالتأكيد يعني لست بمعرض الأخذ والرد والسجال يعني مع زميل في إطار نقاش مفتوح، لكن اقتضى التوضيح بأنه القرارات الدولية كانت واضحة بما يتعلق بالمعتقلين وفك الحصار وأيضا عودة اللاجئين، ولم تعرض من قبل المعارضة لا في جنيف ولا في أستانة ولا سوتشي كمادة للتفاوض، كانت في معرض المطالبة بتنفيذها. لم يجري التفاوض عليها هل نطلق سراح المعتقلين أم لا نطلقهم، هذا ما جرى. كيف نطلقهم هذا أيضا ما جرى. كان هناك مطلب واضحا، نفذوا القرارات الدولية، نفذوا بنود القانون الدولي لحقوق الإنسان، أطلقوا سراح المعتقلين، هذا ما كان يجري. فهل يريد منا يعني ضيفك في أبي ألا يعني نستثمر هذا المحفل الدولي أو أي لقاء ونقفل فوق قضية المعتقلين وننساها ولا نذكرها كمادة أساسية نطالب بتنفيذها؟ هذا لا يجوز، لأنه هذه أمانة وليس يعني واجبا علينا من أجل أن نرضي يعني بعض الأهواء وبعض التفسيرات الخاطئة ألا يعني نضعها على الطاولة وعلى رأس أولويات وفد المعارضة في كل محفل. يعني لم تتحول إطلاقا إلى مادة للتفاوض، وشاهدنا كيف يعني، ولكن ربما يقصد أنها يعني لو سمحت نعم. ولكن يعني كان هنالك دعني أكمل فقط دعني أكمل تفضل تفضل يعني نتذكر بأن وفد المعارضة في هيئة المفاوضات السابقة انسحبت لأجل هذه القضية، وبقيت المفاوضات معطلة سنة وأربعة أشهر ولم ينتج بعدها تنفيذا لهذه البنود. على العكس تماما، النظام زاد في تعذيب المعتقلين وزاد في تنفيذ موجات جديدة من الاعتقال وزاد في تصفيتهم، مثلما زاد في حصار مناطق جديدة. وبالتالي ليس حلا أن تقول بأننا لن نتحرك ونوقف العملية السياسية قبل تنفيذ هذه البنود، لأننا جربنا ذلك ولم يستجب النظام، لم يضغط المجتمع الدولي على النظام لتحقيق ذلك، وبالتالي النظام يعني يستغلها فرصة في أي حالة تقوم المعارضة بتعطيل المفاوضات يرتاح النظام. النظام يدرك تماما بأنه في الحل السياسي أضعف منه في العملية العسكرية بسبب الفرق في توازن القوة في المعارك التي كانت تنشب على الأرض، لكن في المعركة السياسية والقانونية هو ضعيف، ليس لديه أدوات، ونحن أصحاب قضية عادلة. وبالتالي لا نترك طاولة المفاوضات إلا ونطرق بها على النظام. المشكلة هي ضعف الالتزام النظام وضعف التنفيذ، هي مسؤولية المجتمع الدولي. وعلينا أن نكف عن جلد ذاتنا ونحمل ذلك للمعارضة، لأن المعارضة فعلت طيب ما عليها، ونحاسب حينما تتخلى عن قيم ومبادئ الثورة، وليس حينما يعني تناور من أجل أن تحقق مسائل إضافية. النقطة الثانية دعني أكمل على عجالة، سوف نذهب إلى فاصل ونكمل بعدها مع حضرتك مشاهدينا الكرام. بعد الفاصل، هل ستفضي قمة إسطنبول لحل سياسي في سوريا رغم اختلاف الأولويات؟ ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله إنما كنتم. طرحت حلب اليوم سؤالا على صفحتها في فيسبوك، وكان السؤال كالتالي: هل تعتقد أن مخرجات قمة إسطنبول الرباعية ستفضي إلى حل سياسي في سوريا؟ 25% أجابوا بنعم، و75% أجابوا بلا.
2400 شخص شاركوا في الإجابة على هذا السؤال. نقرأ بعض التعليقات التي وردت أيضا على الصفحة. ما قاله السيد معروف معروف، قال: ما في أمريكا وإسرائيل ما في حل. أيضا من يسمي نفسه أبو عمر سقى: بعد 8 سنوات لا ثقة ولا نصدق أحد ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. السيد أبين أنتوني يقول: لا يوجد قرارات ملزمة لأحد، لأنه لا أحد يريد حلا للأزمة. السيد خالد عزيز يقول: لا أحد يستطيع تجاوز الأمريكان، الحل عندهم. من خلال هذه التعليقات أعود إليك سيد سامر، تعليقك على هذه النتيجة وعلى التعليقات أيضا. يعني دعني بالبداية أن أرد على ضيفك، يبدو أنه غير متابع أو مطلع على ما يحدث. موضوع المعتقلين كما هو معروف، عندما يتم الحديث عنه قال الجعفري، وهذه موجودة ويمكن له العودة إلى تصريحات الجعفري، قال: المعتقلين مقابل المختطفين. وبعد ذلك قالوا يتم تحويل بحث هذا الموضوع إلى الأستانة، ووافق الوفد المفاوض وذهبوا إلى الأستانة وقالوا إيران لا تقبل بذلك. بعد ذلك بالأستانة التي تلتها قال الجعفري: الأولوية الآن لموضوع نزع الألغام. ثم بعد ذلك قالوا: سوف نحاول أن نفتح هذا الموضوع مرة أخرى. ما هي الإنجازات التي حققتها؟ وهذه حقيقة يعرفها كل السوريين. ما الذي حققته لجنة المفاوضات أو الأستانة أو غيرها؟ هل استطاعت أن تطلق سراح معتقل واحد؟ هل تستطيع أن تقول لي ما هي الإنجازات؟ أنا سأقول لك إنجازات الأستانة التي حققت للنظام الذي استطاع أن يسيطر على 53,000 كيلومتر مربع من المساحة السورية، يعني ما يقارب تقريبا ثلث المساحة السورية نتيجة الأستانة. هذه فقط دعني أن أكمل لو سمحت. فهؤلاء الذين ذهبوا إلى هناك بعد أن تم إبعاد ما يسمى الصقور، رياض حجاب ومحمد صبرة وجوز صبرة وغيرهم الذين رفضوا أن يوافقوا على ما يطرح عليهم وتمسكوا بتنفيذ قرار 2254 عندما أعلن لافروف أن هؤلاء من الصقور ويجب إبعادهم، وكان هناك تواطؤ من الحريري ومن مع الحريري على إبعاد هؤلاء وتنصيب أنفسهم هم من ممثلين للثورة السورية. عودة إلى ما تفضلت ليس معنا سيد نصر يعني ليرد ربما على ما تفضلت به حضرتك، يعني خلينا بموضوع يعني استطلاع الرأي. 75% يقولون يعني يتشائمون من هذه القمة، يقولون لن تقدم أي شيء. لماذا برأيك؟ يا سيد أنا أقول لك لماذا، لأن هذه القمة لم يكن مطروح عليها التقدم بحل سياسي أو إنجاز شيئا ما. كل ما كان هناك مطروح من قبل فرنسا وألمانيا هو بالتحديد تثبيت الوضع في إدلب، وأيضا موضوع اللاجئين، وأيضا بحث ما يسمى باللجنة الدستورية فقط لا غير. لم يكن هناك أجندات أخرى. وبالمقابل من كان يتوقع أنه سيكون هناك حل سياسي هو واهم. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة غير حاضرة في هذا الاجتماع، وكما تعلم روسيا عندما تريد أن تقدم شيء تقدمه للولايات المتحدة، وإذا تريد أن تتنازل عن شيء في خصوص الملف السوري تقدمه تتنازل به للولايات المتحدة من أجل أن تفاوض عليه. فمن هنا طالما الولايات المتحدة غائبة وروسيا كما هو معلوم إلى الآن لم تقدم ما هو جديد وما هو يمكن أن يقدم تقدم في هذه المفاوضات، فهذه معروفة سياسة سياسة روسيا. ولكن كان من الملفت يوم أمس، طبعا الكل يعني أنا منذ قبل أن تعقد القمة نعلم ما هي الأجندات تبعها وماذا يمكن أن يحقق، ولكنه يمكن أن نقول أن هذه القمة حققت إنجاز للرئيس أردوغان كونه استطاع أن ينفذ الخطة التي وضعها واستطاع أن يحافظ على الوضع في إدلب، ومما استوجب اصطفاف الولايات المتحدة والدول الغربية خلف الموقف التركي. قد يكون هذا الإنجاز الوحيد هو تثبيت الوضع في كما هو عليه. ولاحظنا بعض التصريحات التي كانت ملفتة نوعا ما عندما تحدث ماكرون وقال
قال هناك الكثير من اللاجئين الذين هربوا نتيجة أعمال النظام، وكان هذا أمر لافت. وأيضا حديث ميركل عندما قالت أن النظام أيضا يقوم بعمليات عسكرية ضد الشعب السوري، وقالت أنه يجب أن يكون هناك إشراف على العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، هذا يعني أن لا سوتشي ولا الأستانة سوف يكون لها أي دور. جيد جيد سيد، أعود إليك سيد ياسر، يعني دعنا نعود لأهم التعليقات. أهم التعليقات كانت تشير إلى أمر عدم وجود الأمريكان، ويقولون مدام الأمريكان غير موجودين إذن لا يوجد هنالك أي حل سياسي. ما رأيك حول هذا الموضوع؟ الإدارة الأمريكية ليست قدرا علينا، وليست هي الطرف الذي نستسلم لي يعني ما يريد الإدارة الأمريكية. خلال الفترة الماضية كان نهجها واضحا باعتماد سياسة الحفاظ على حالة لا غالب ولا مغلوب وإطالة أمد الصراع، استنزاف كل الأطراف، وأولويات واضحة تختلف عن أولويات الشعب السوري، ظاهريا محاربة الإرهاب وحقيقة الحفاظ على أمن إسرائيل، وهذه كلها لا تذهب باتجاه الانتقال السياسي وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحقق للشعب السوري. طيب وطالبوا المشروع بالحرية والعدالة. وبالتالي دعني أقول بأنه من حق كل الأطراف الدولية والشعب السوري أن يبحث عن وسائل بديلة، لا أن يستسلم ويخنع وينتظر أن ينزل وحي على ترامب أو على يعني أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي ليتفتق على يعني لديه بواعث من الضمير ومن الحرص الإنساني ليقوم بإنجاز حل ما. طيب يعني لولا ترامب، أنا أسألك سؤال، لولا ترامب هل كان هنالك بوادر لإنجاح اتفاق إدلب؟ بالتأكيد هناك عوامل متعددة ومنها ترامب، ليس ترامب هو المحرك. طيب إذن هي لا يعني معادلة صعبة في الشأن السوري الذي حصل. دعني فقط أوضح الذي لا نتجاوز ولا ننسى الدور التركي، نشر قوات تركية على الأرض، موقف تركي صلب، تصريح تركي صلب، هذا كله يعني دعا العالم ليصف خلفه، وأيضا موقف الشعب السوري حينما توحدت الفصائل في إدلب وحينما أعلنت الحاضنة، الشعب في إدلب أعلن خيار المقاومة والصمود ورفض التسليم ورفض الخنوع لأي مصالحة محلية أو هدنة محلية مذلة. كل هذه العوامل لنا تجاوز خلفها ونذهب فقط نقول لولا الموقف الأمريكي. يعني حقيقة هذا يعني وهم ما أنا أربع. طيب يعني حضرتك هل يمكن البناء على مخرجات يعني القمة اليوم؟ يعني دعني فقط أكمل، دعني فقط أعود وأقول وأصحح لي ضيفك معلوماته. يعني هو يعني بالتأكيد غير مطلع، بالتأكيد وقطعا، لأن هناك اتفاقا موقعا في أستانا عنوانه إطلاق سراح المعتقلين، الإفراج عن المعتقلين وتسليم جثامين الضحايا وكشف مصير الموقوفين. وبالتالي رغبة الجعفري التي يقولها هي حقيقة رغبة الجعفري لم تنفذ في أستانا بسبب إصرار الأمم المتحدة والوفد التركي ووفد المعارضة في أستانا. وبالتالي مقاربة قضية المعتقلين وفق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يهتم بحماية الأفراد من شؤون الحكومات المستبدة وليس وفق أحكام القانون الدولي الإنساني الذي ينظم العلاقة بتبادل الأسرى في زمن الحرب. دعني فقط هذه لأن الوقت يعني الوقت تقريبا انتهى، بدي بس أفهم من حضرتك أنه هل يمكن من خلال هذه القمة ومن مخرجات هذه القمة، هل أنتم متفائلون من أن هذه المخرجات سوف تفضي إلى حل سياسي ربما في سوريا؟ هي نقطة بداية مهمة نعول عليها. أولا يعني أن تكون روسيا ما بين ثلاثة أطراف قريبة في تصورها لشكل الحل في سوريا وجميعها تدين بشار الأسد، فهذا جيد. أن تكون تعقد القمة في إسطنبول المشتركة في مصالحها وفي قيمها مع الشعب السوري، هذا جيد. تقاطع المصالح بمسألة اللاجئين وإعادة الأعمار الذين مع الجانب الأوروبي هذا جيد. وأيضا وفي اتجاه آخر أن يسمع بوتين كلاما واضحا بشأن بشار الأسد حينما يقول بوت الرئيس أردوغان بحضوره أنه يعني قتل مليون سوري، وبالتالي وجهة نظرنا بأننا يعني غير ممكن استمراره. وكذلك حينما يسمع كلام قريب من هذه الصيغة رئيسي
فرنسا والمانيا، فهذا جيد. يعني انت تستطيع ان تجذب روسيا لتفكر في ان مصالحها يمكن ان تتحقق بطرق اخرى غير الانحياز الكامل للنظام، هذا جيد. وبكل الاحوال يعني هي خطوه يمكن البناء عليها، وهذه هي السياسه وهذه هي المفاوضات، والا يعني ننتظر تحقيق مباشر لكامل الاهداف بشكل اساسي وسريع. شكرا. الموضوع يحتاج الى وقت، وعلى المعارضه ايضا ان تستمر بمناوراتها في كل الاتجاهات. السيد ياسر توفيق الفرحان، عضو هيئه التفاوض وعضو اللجنه الدستوريه والهيئه السياسيه في الائتلاف، كنت معنا من اسطنبول، شكرا لك. والشكر ايضا للسيد سامر خليوي المحلل السياسي، كان معنا من لندن عبر الهاتف. مشاهدينا بعد الفاصل، كيف سيؤثر اعتماد عدد من المجالس المحلية التوقيت الصيفي على حياة المدنيين، وماذا عن قرار الحكومة المؤقتة بهذا الخصوص؟